لطالما استخدم المناهضون للنظام الكوري الشمالي بالونات الهيليوم لإرسال رسائل معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود. سنتعرف في هذه الحلقة على قصة بالونات الهيليوم والأزمة التي سببتها بين البلدين. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لسنوات أرسل الناشطون والمنشقون رسائل تنتقد الشمال وقيادته عبر الحدود، وهو ما جعل حكومة كوريا الجنوبية تخطط لمنع الناس من إرسال بالونات الهيليوم المعادية لكوريا الشمالية. وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت كيم يو جونغ أخت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن مرسلي البالون في الآونة الأخيرة كانوا حثالة بشرية. حكومة كوريا الجنوبية قالت إن البالونات تسببت في توتر، لكن إحدى المجموعات قالت لبي بي سي إنه ليس لديها خطة للتوقف ولديها مليون منشور آخر تحت الطلب. في الماضي كانت البالونات تحمل أيضاً أوراق الدولار وحتى الشوكولاتة، وحاول الجنود الكوريون الشماليون إسقاطها عام 2014، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار عبر الحدود. كما أرسل الشمال منشوراته الخاصة على بالونات الهيليوم عبر الحدود في الماضي، مطالباً بوضع حد للمزيد من الأعمال العدائية أو الأعمال الغبية. ماذا قالت كيم يو جونغ عن البالونات؟ أصدرت كيم يو جونغ الذي تشغل منصباً قوياً في حكومة كوريا الشمالية بياناً طويلاً يلقي باللوم على المنشقين من الشمال في المنشورات الأخيرة. وتساءل البيان عما إذا كان العالم يعرف أي نوع هم هؤلاء المدافعين الحمقى المنشقين. وأضاف البيان أن حثالة الإنسان التي تقل قليلاً عن الحيوانات البرية التي خانت وطنها غارقة في مثل هذه الأفعال غير اللائقة، ومن المؤكد أنها ستطلق عليها لقب كلاب غير شرعية لأنها تنبح حيث لا ينبغي لها أن تفعل ذلك. وقالت السيدة كيم بعد ذلك إنه يجب محاسبة أصحاب الكلاب المهجنة، وتقصد بذلك حكومة كوريا الجنوبية. هددت بإلغاء الميثاق العسكري لا عداء وإغلاق مكتب الاتصال بين الشمال والجنوب والانسحاب من مشروع كيسونغ الصناعي المشترك. فيما قالت كوريا الجنوبية إنها تخطط لوضع تشريع ضد البالونات التي وصفتها بأنها مسببة للتوتر. وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد يوه سان كي في الواقع تم العثور على معظم المنشورات في أراضينا، مما تسبب في تلوث البيئة وزيادة العبء على السكان المحليين للتخلص منها. يجب وقف أي عمل يمكن أن يشكل تهديداً لحياة وممتلكات هؤلاء الناس. ماذا يقول مرسلو البالون؟ قال بارك سانغ هاك رئيس المقاتلين من أجل كوريا الشمالية الحرة إن هذا لن يردعهم، وقد أمروا مؤخراً بمليون منشور آخر. أرسلت جماعته منشورات عبر الحدود 11 مرة العام الماضي وثلاث مرات هذا العام، كان آخرها في 31 من مايو، مما أدى إلى رد فعل قوي من كيم يو جونغ الغاضبة. وقال بارك نحن في كوريا الجنوبية لدينا سيادتنا الخاصة، وفي هذا البلد الديمقراطي لدينا ثلاثة حقوق أساسية، أحدها هو حرية التعبير. أنا بارك سانغ هاك لا أعيش في بيونغ يانغ ولا أنا عبد لدكتاتورية عائلة كيم، أنا مواطن كوري جنوبي. تحاول وزارة التوحيد سن هذا القانون منذ 15 عاما، يرجى المضي قدما، نحن بخير، نحن نعيش في عالم 5G الآن. إذا أغلقت المنشورات فسوف نرسل طائرات بدون طيار لا يمكنها إيقافنا، لا يمكن إيقاف الحقيقة، سيستمر صوت 45,000 منشق يبحثون عن الحقيقة. لطالما كانت عمليات إطلاق البالون هذه نقطة مؤلمة بين الجانبين. تحاول سيول إعادة العلاقات مع بيونغ يانغ بعد عام من الاتصال القليل جدا، حتى أن هناك محاولة لتعديل قانون يسمح للشركات الكورية الشمالية بالقيام بأعمال تجارية في الأراضي الكورية الجنوبية. المنطق طويل الأمد لإدارة الرئيس مون هو أن التعامل مع كوريا الشمالية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين حقوق الإنسان لشعبها. كوريا الجنوبية هي موطن لأولئك الذين فروا من النظام الكوري الشمالي وعدوهم بالمأوى. لقد عانى معظم المنشقين من مشقة لا تصدق للفوز بالحق في حرية التعبير.
ووصف بيان بيونغ يانغ المنشقين بأنهم حثالة بشرية. ومن خلال الظهور على ما يبدو بالامتثال لمطالب كيم يو جونغ بسرعة كبيرة، قد يجعل بعض المنشقين يتساءلون عن جانب كوريا الجنوبية. أعلنت كوريا الشمالية قطع كل قنوات الاتصال السياسي والعسكري مع جارتها الجنوبية بعد أسبوع من تهديدها بذلك، اعتراضاً على عدم منع سيول منشقين من إرسال منشورات مناهضة للنظام الشيوعي ببالونات الهيليوم عبر الحدود، بعضها مهين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ونشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية القرار في خطوة يرى خبراء أنها محاولة من بيونغ يانغ لخلق أزمة. وقالت الوكالة إن بيونغ يانغ ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط بين السلطات الشمالية والجنوبية الذي كان قائما عبر مكتب الارتباط بينهما، كما ستقطع قنوات اتصال أخرى، وهددت باتخاذ إجراءات أخرى مؤلمة بحق سيول بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إفادة صحفية إن المسؤولين الكوريين الشماليين لم يردوا على مكالمة يومية روتينية لمكتب الاتصال ولا على مكالمات الخطوط الساخنة العسكرية بحسب وكالة رويترز. ودعت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين إلى ضرورة الحفاظ على المكالمات الروتينية لأنها وسائل اتصال أساسية. ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين الجارين إلى طريق مسدود، رغم عقد 3 لقاءات قمة عام 2018 بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الكوري الجنوبي مون جي إين، كما يأتي في ذكرى القمة التاريخية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة عام 2018. ودأب منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون على إرسال بالونات من الأراضي الكورية الجنوبية إلى الجارة الشمالية تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان وتدين سياسته النووية، وتعد حملات المنشورات هذه قضية شائكة بين الكوريتين. وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فإن السلطات الكورية الجنوبية تواطأت مع الأعمال العدائية ضد كوريا الشمالية، وهو ما أدى بالعلاقات بين الكوريتين إلى كارثة. وأضافت أن بيونغ يانغ خلصت إلى استنتاج مفاده أنه ليست هناك حاجة للجلوس وجها لوجه مع سلطات كوريا الجنوبية. وحضت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة الدبلوماسية. وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة لطالما دعمت التقدم في العلاقات بين الكوريتين، وعبرت عن شعورها بالقلق وخيبة الأمل بسبب خطوات كوريا الشمالية الأخيرة، وحضت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العودة إلى الدبلوماسية والتعاون. ودعت الصين أيضاً إلى التعاون بين الكوريتين. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية واتشون يينغ قولها خلال الإفادة اليومية إن بكين تأمل بأن تتعاون كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عبر الحوار، وذلك مع تجدد التوتر. ما رأيكم أنتم؟ هل ستؤول الخلافات إلى نقطة أكثر صعوبة ولا عودة عنها؟ أم أنه سيكون هناك مكان للدبلوماسية؟ إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟